بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، كنا شرعنا اليوم صباحا في فصل جديد وهو فصل في استحباب تحسين الصوت بالقرآن. قرأنا المقدمة، ثم شرع المؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذكر الأدلة، فقال رحمه الله: ودلائل هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستفيضة، قلنا أي مشتهرة عند العامة والخاصة، وبينا أن المقصود من كلامه هذا هو أهل زمانه هو وليس زماننا نحن، لأن العامة في زمانه كانوا يعرفون التلاوة ويعرفون أيضا التجويد. يبقى الأدلة التي فيها استحباب تحسين الصوت. قال: كحديث زينوا القرآن بأصواتكم. قلنا إن هذا مستحب، والواجب التجويد والمستحب تغني، فالذي يقصر في التجويد آثم، والذي يقصر في التغني ليس بآثم، لأنه ما دام مستحبا فلا يترتب عليه الإثم. ثم قال: وحديث لقد أوتي هذا مزمارا. وقد سبق معنا هذا، والمزمار قلنا الصوت الحسن، واختلفوا أيهما الأسبق، الصوت البشري الحسن أم المزمار الآلة، اختلفوا في هذا وذاك، وأيهما قلنا كان أولا لا يضر، سبق معنا هذا. وحديث ما أذن الله سبق معنا أيضا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. أذن أي سامع، كلمة أذن معناها سمع من الأذن. وحديث إن الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت يقرأ بالقرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وقد تقدمت كلها في الفصل السابق، وتقدم في فضل الترتيل حديث عبد الله بن مغفل في ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة. الترجيع هو أن تعيد الآية، أحيانا تقف على معنى عزيز في آية من القرآن فيؤثر فيك فتبقى في تكرار له. ولهذا كان من السلف من يقوم الليل كله بقوله عز وجل: إن تعذبهم فإنهم عبادك، الآية. ومنهم من كان يقوم بأواسط آيات سورة الإنسان، وهكذا. هذا هو الترجيع، مقطع عن الجنة أو النار يؤثر فيك، تكرره بصوت حزين. قال: وتقدم في فضل ترتيل حديث عبد الله بن مغفل في ترجيع النبي صلى الله عليه وسلم، وكحديث سعيد بن أبي وقاص، وكحديث أبي لبابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يتغنى بالقرآن فليس منا. هنا الإشكال في هذا الحديث، والإشكال من جهتين: من جهة المعنى قوله من لم يتغنى، لأن كلمة يتغنى معناه يستغني، يعني يصير معنى الحديث من لم يستغني بالقرآن فليس منا. من لم يستغني أي في طلبه للنعم والخدم ونحو ذلك، أي أنك تستغني بما في القرآن من دعاء، وتستغني بالقرآن في دعائك لله عز وجل وفي طلب النعم. هذا هو من الاستغناء، من الغنى. وشنو يستغني؟ يعني يطلب الغنى، أي أن القرآن يغنيك عن البقي، عن البشر، هذا هو المقصود. كلمة يتغنى بمعنى يستغني على قول، يستغني قلنا أي يطلب الغنى بالقرآن عما في أيدي الناس، يعني ماشي على ما عندوش علاقة بالتجويد. أو من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، أي من لم يرتل القرآن. يبقى الإشكال في ليس منا، لأن هذا وعيد وقلنا مستحب، فكيف يقول ليس منا؟ من غشنا فليس منا، أي أنا بريء منه. ومن لم يتغنى بالقرآن فليس منا، أي أنا بريء ممن لم يتغنى. المقصود بالتغني هنا التجويد في هذا الحديث، المقصود به التجويد، مش المقصود به تحسين الصوت. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.